هل يجوز جمع الظهر مع العصر في وقت الظهر قبل التحرك للسفر، مع العلم ان الوصول ده هيكون على اذان العصر او بعد اذان العصر؟ لا، اذا هنا الجمع لعله السفر مش فارقه معاك بقى، ما دمت بنيه السفر هو رخصه الجمع والقصر فيها، فانت جمعت في وقت الظهر، ده جمع تقديم، ده انا اوصل قبل ياكش توصل بعد الظهر بساعه، ما دام مده السفر اللي يجوز فيها خلاص انت خدت رخصه. حتى فيما بعد الظهر ما انت هتوصل مكان بلد السفر قاعد يومين، بتجمع ايه ومغرب وعشاء، ما انت قاعد مش راكب عربيه ولا مسافر، بس انت اسمك مسافر. فانت علة الجمع هنا السفر مش علة تانية، لو علة تانية لانك مثلا سايق من مكان ومكان ومش هتلحق لان الدنيا زحمة ومفيش مكان تصلي فيه، فهنا نقول لك هتوصل قبل الاذان ولا بعده، لو قبله يبقى تلحق تصلي، ما مش قبل ما تجمع يبقى ايه بعده يبقى تجمع. فهنا الفرق بين المسافر وبين غير المسافر. هو النقطة دكتور، يعني قبل ما ندخل على السؤال الثاني اللي هي مسألة ان هو هي يعني هيجمع الصلاة قبل ما يتحرك من بيته او من المكان اللي هو رايح فيه، يعني هو لسه ما اتحركش بالسفر، هو لسه في البيت، ينفع يجمع في هذا الوقت؟ لابس ونازل العربية، ما هو ده نية المسافر، خلاص. مش لازم ان هو يبقى يكون اتحرك يعني. في اللي بيشترط انك تكون قطعت مسافة والكلام ده، يعني كلام مالوش أدلة. هي كلها عند الفقهاء والعلماء من باب الاحتياط وما يفهمونه من فحوى النص. ودلالات النصوص، مش نص يعني واضح يعني قطعي. وده دكتور يشمل الجمع والقصر ولا الجمع فقط؟ الاثنين الاثنين، تمام. والمسافر لو الجمع والقصر هي رخصة مرهونة بالسفر.